بيجي بعد الملك بطليموس الأول الملك بطليموس الثاني، وبيكمل أهم مشروع كان بدأه بطليموس الأول، فنار الإسكندرية. الإسكندرية الآن أهم مدينة في العالم. الفنار مرئي على بعد 150 كيلو متر من البحر، شعلة ضخمة مش بتنطفي أبداً على مدار اليوم، كي تضيء الطريق لكل السفن الآتية إلى الإسكندرية. موقع فنار الإسكندرية هو موقع قلعة قايتباي اليوم، وكان الفنار أحد عجائب العالم القديم السبعة، إلى أن انهار بالكامل سنة 1300 ميلادياً بسبب زلزال شديد، وشيدت مكان قلعة قايتباي، ولكن بواقي الفنار ما زالت متناثرة حول القلعة حتى اليوم. زمان السفن التجارية لما كانت بتدخل ميناء اسكندرية كانت بتدخل من هنا بالظبط، وكانت بتلاقي مفتشين في انتظارها، مش علشان يفتشوا على ممنوعات لا سمح الله، لا، عشان يفتشوا على العلم. يعني السفن ساعات كان يلاقوا عليها كتب، مخطوطات، أبحاث، كانوا بياخدوها وفوراً بتروح على مكتبة اسكندرية، بيتم عمل نسخ طبق الأصل من اللي موجودة. النسخ دي الصور المنسوخة بترجع تاني السفن وتسافر مع السفن اللي جت منها، لكن الأصل بيقعد في مكتبة اسكندرية، بيقعد هنا في مصر. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.